التحية متواصلة والانطلاقات مستمرة مع اشواط هذا المساء شوط ويتروه الاخر تابعنا الاثارة والتحدي في اول الاشواط الرئيسية حيث انتزعت قعيده الشوط الاول الرئيسي بدون اوامر ولا تعليمات بشعار السيد محمد بن علي بن محمد بن حمد الشامسي لتحمل السلام الى ابناء دولة الامارات العربية المتحدة وبذلك ينقضي أول أشواط الإبكار لنخوض معكم معركة أخرى من معارك الخير والبركة الشوط الرئيسي للقاية القعدان لأشواط العامة من نفس المدى الأربعة كيلومترات التي سينكشف من خلالها فائزا واحدا مع أول الأشواط الرئيسية والبداية مباشرة نسير بحضراتكم إلى مقدمة هذا الشوط وإلى المركز الأول حيث البداية مع داهم بشعار السيد حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي يتقدم مع مداهم على المركز الاول نقلتنا الى المركز الثاني نشوف اللي على المركز الثاني جلمود يصل بشعار السيد ناصر بن حمد بن حسين بن علي الجرحب ينطلق مع جلمود على المركز الثاني وغير الى الصداره المركز الثالث المركز الثالث شعار بن جهويل يتقدم مع تحديات ربدان جار الله بن حمد بن جار الله بن جهويل المري يتقدم مع ربدان على مستوى المركز الثالث بينما المركز الرابع يأتي الوصول من رابع المراكز من قبل التقدم مع شعار بن ذروه ومع اندفاعة لازم محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروه البريدي المركز الخامس المركز الخامس شعار بن سلعان يصل وينطلق على مستوى المركز الخامس مع اندفاعة سراب بشعار سيد فهيد بن محمد بن سعيد الحنيتم المري هذا الشوط الأول أحد أسرع الأشواط في هذا المساء حيث أننا أيضا انتهينا من نصف المدى ولم يتبقى إلا كيلوين على خط النهاية على معرفة الفائز والصدارة هناك المقدمة معها للريان ومع جلمود ناصر بن حمد بن حسين بن علي الجرحب يتابعه دكتور المضمرين الوالد حمد بن حسين بن جرحب يتابع جلمود في هذا الشوط الرئيسي المركز الثاني اهالي ابو سدره مع شعار مبلش لا يفوتنا الا ان نهنئ السيد حمد بن جار الله البريدي على فوز مبلش وانتزاعه للكاس الثالث على التوالي ممثلا لابناء الشحانيه هناك في ميدان تبوك المركز الثالث المركز الثالث شعار بن ذروه يصل مع اندفاعة لازم محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروه البريدي يتقدم مع لازم على مستوى المركز الثالث غير للثاني المركز الرابع الرابع بالرقم اربعه شعار قلب الاسد القطري يصل مع ربدان جار الله بن حمد بن جار الله بن جهويل المري والمركز الخامس ضيف على النداء والاذاعه يصل على مستوى المركز الخامس ويتقدم خبر عاجل احمد بن راشد بن حسن بجسوم البدر قادم مع خبر عاجل على المركز الخامس وخبر عاجل مشاهدينا الكرام شارفنا على نقطه ايضا نقطه الصفر وشارفنا على الكيلومتر الاخير بتقدم جلمود بتقدم شعار بن جرحى يقص شريط الكيلو متر الأخير باندفاعته باندفاعة هذا الشعار الممتاز المركز الثاني لازم قادم محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروه البريدي والمركز الثالث المركز الثالث مشاهدين الكرام خبر عاجل بشعار السيد أحمد بن راشد بن حسن بجسوم البدر الكيلو متر الأخير الناموس حاير طاير ما بين هذه الشعارات ما بين هذه الأسماء والصدارة لا تزال بيد بأقدام جلمود ناصر بن حمد بن حسين بن علي الجرحب يتابعه الوالد حمد بن حسين بن جرحب ولكن لازم غير لازم غير اهالي ام محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروه البريدي وايضا خبر عاجل يصل مع هذه اللحظات يصل في عجاله من امره احمد بن راشد بن حسن بو البدر والمركز الرابع دير بالك من القادم يا سلام شعار بن شافي شعار النجوم يصل مع تحدي ياتي شاهين سعد بن سعود بن حمود بن شافي شافي يتقدم مع المركز الثاني الصدارة لازم لازم مع الصدارة بن شافي مع شاهين على المركز الثاني صاحب نقطة رئيسية في أيضا الفترة الصباحية يعود من جديد شعار بن شافي شعار بن شافي يا سلام وهالي منطقة بني هاجر يشبعون بالسلام في هذا المساء بشعارك يا ابو سعود سعد بن سعود بن حمود بن شافي شافي مع شاهين تهانينا والناموس سلام لأيضا لمنطقة بني هاجر سلام وسلام لجماهير هذا الشعار المركز الثاني لازم محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروة توقيت الزمن مشاهدينا الكرام للحظات وصول شاهين إلى خط النهاية ست دقائق ست ثواني واثنين 52 جزء من الثانية